أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وحنبدأ مع جولة على أبرز الأخبار. الخبر الأول جاء بعنوان مسودة الرضاعة، العاملات متحفزات والقطاع الخاص يتوجس منها خيفة. تعتزم وزارة العمل طرح قرار مجلس الوزراء الخاص بفترات الرضاعة للمرأة العاملة، والذي صدر في عام 1426 للهجرة عبر موقعها الإلكتروني للتصويت عليه قبل اعتماد القرار، حيث تضاربت ردود الأفعال حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض، حيث ترى فيها بعض النساء المرضعات العاملات إنصافا لحقوقهن، فيما يعتبرها بعض أصحاب الأعمال حجر عثرة في التنمية وعاملا قويا في إضعاف فرص توظيف السيدات. طبعا هذا خبر مهم وموضوع مهم فعلا يحتاج أنه يطبق ويكون في اهتمام به بشكل كبير، لأنه عادة اللي عندهم مشاريع أو اللي عندهم أي بزنس أو الشركات يهمها مصلحتها هي الخاصة، لكن الأمومة، الزواج والأمومة هذه أمور مهمة في حياة المرأة، فالمفروض ما يكون فيها إجحاف لحق المرأة، وهذا حق بتحصل عليه في أي مكان في العالم، فياريت يكون في اهتمام فيه عندنا كمان. هننتقل إلى خبرنا الثاني والذي حمل عنوان الدكتورة فاتن خورشيد أستطيع توفير لقاح كورونا خلال أسبوع واحد فقط ولكن بشرط. برأت الدكتورة فاتن خورشيد الإبل من كونها السبب في مرض كورونا، وصرحت بأن الدواء موجود في دم الإبل، مؤكدة أن الإصابات وجدت بين الكادر الصحي من أطباء وممرضين، قائلة بكل ثقة الإبل بريئة من كورونا، وأشارت بأصابع الاتهام إلى أن المستشفيات هي المتهم الأول بنشر كورونا، مما يشير إلى ضعف التعقيم والوقاية والاهتمام بأمان العاملين فيها. للمزيد من المعلومات بتنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة فاتن خورشيد، أستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز قسم الأحياء الطبية. يسعد مساكي أستاذة فاتن. أهلا وسهلا. طبعا حابين تكلمينا أكثر عن فكرة استبعادك أنه الإبل هو السبب، إيش اللي خلاك تستبعد الفكرة؟ للتصحيح بس أنا أستاذ بروف، يعني بروفيسور في قسم الأحياء كلية العلوم. تفضلي. شكرا للتصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. الكورونا مرض فيروسي تنفسي، متلازمة تنفسية، يعني يصيب الجهاز التنفسي. نعم. انتقاله من مريض لمريض أو من حامل لمريض إلا يكون عن طريق الرذاذ، سواء الرذاذ اللي خارج من الجهاز التنفسي أو من الفم أو من العين، أو حتى المريض المتلقي إنه حطه في مكان حي زي عينه مثلا أو دخل في فمه. الإصابة الفيروس إنها تتنقل بهذه الطريقة. ما يمكن، هم اتهموا الإبل، قالوا في حليب الإبل، حليب الإبل الأبحاث القديمة والحديثة وإحنا أثبتنا إنه هو أنتي فيرال، أنتي فيرال يعني مقاوم للفيروسات، فحليب الإبل لا يمكن أنه ينقل أبداً فيروس أي فيروس بما فيها فيروسات كورونا. هذا شيء. الشيء الثاني، هم قالوا أنه 40% من إبل المملكة مصابة حاملة الفيروس كورونا. نعم. طب أنتوا الآن عندكم مصابين كثير، عندكم مستشفى فيها مخالطين مجموعة، سبتوا المصابين وسبتوا المخالطين وسبتوا الكادر الصحي وسبتوا الإنسان والبشر ورحتوا تحللوا الإبل. إذا أنا قلت نسبة، أي سيرفي فيها نسبة 40% معناها أنا حللت 100%، مسكت الإبل وحللت 100% الإبل الموجود في المملكة حللت دمه. تحليل الفيروسات بالذات من النوع اللي يبغاله كلاس 3، يعني تحليل شوية متقدم، ما يبغاله أنه الواحد بكشف بسيط يعرف أنه فيه الفيروس. هذا الشيء. الشيء الآخر، لو كانت إنها الإبل فعلا اللي حتنقل الفيروس للمرضى كان أولى أن قالت للمخالطين. المخالطين، فئة المخالطين اثنين اللي هي الملاك والرعى، هذول أقرب من الإبل. كيف اتنقلت للمستشفى؟ قالوا أول مخالط، أول واحد معد اللي هو من البيشة كان جاي من الإبل. طب أوكي جاي من الإبل، لكن مو ممكن الإصابات تكون من الإبل، يعني هل أنا عملت مراجعة الحياة؟ طيب وطريقة وصلت فكرتك. طيب اسمح لي انتقل للسؤال الثاني. حضرتك صرحتي بأنك تقدري أنك توفر اللقاح خلال أسبوع واحد فقط لكن بشرط. أول شيء اشرحي لنا عن الشرط وعن فكرة العلاج، لأنه وزير الصحة ذكر في وسائل الإعلام أنه ما في علاج لكورونا. وأنا أقول في علاج لكورونا وأنا ممكن أوفره. عندي نقطتين، عندي علاج للمصابين بكورونا ممكن أوفرها.
خلال أسبوع، وعندي لقاح للي لسه ما أتصاب يعني المخالطين في المستشفيات، الكادر الصحي، كل الموجودين كلهم في البلد، يعني مثلا جدة كلها المفروض أنهم يتلقحوا، خصوصا الكبار في السن وضعاف اللي عندهم ضعف في البنية أو أمراض مزمنة. أنا ممكن أوفرها في أسبوعين. كان الشرط حقي أنه أنا يجيني توجيه من أعلى سلطة في البلد اللي هو من الأمير سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه، أو من الأمير مقرن بن عبد العزيز الله يحفظه. ليه؟ لأن أنا قبل كده مريت بتجربة، البحث كان طويل وسنوات، أتعرضت لحرب على الشعواء فيه، طلعت دواء للسكر السرطان سوري، إلى الآن في مناوشات إن إحنا نصرح وإنه يتوفر للمرضى. هذا السرطان مرض مزمن ممكن يأخذ فترة، لكن إحنا الآن في كارثة، في بلاء، في وباء. الوباء انتشر بسرعة، تحتاج سلطة تنفيذية قوية توفر لك الإمكانيات وتحميك أنك أنت ما تتعرض للإيقاف وتضييق زي ما حدث علي في أمراض العلاج حق السرطان، وأنا ممكن أنتجه. ما أبغى أنا لنفس الشيء، ما أبغى شيء، أبغى توفير إمكانيات، وأبغى يتعامل الكادر اللي يشتغل معي وفريق البحث بمعاملة جيدة فقط. طيب، توفير إمكانيات وتحت سيطرة أو سلطة تنفيذية قوية، ما في أحد يقدر يقرب مننا، نكمل شغلنا ويتوفر الدواء. طيب كلمينا أكثر عن اللقاح، عن مدى فعاليته. لقاح فعال، حيكون فعال اللقاح كمان، غير اللقاح الأسلم إنه إحنا نوفر العلاج للمرضى نفسهم. يعني المرضى بيموتوا، بيوصل عنده يصير المريض يوصل لفشل كلوي وفشل في التنفس وبيموت، لكن لو هو بدأ يأخذ العلاج من بدري كان ممكن إن إحنا يعني إنك أنت تحفظي حياة شخص. أنت واحد شخص لو نجحت في حياته هذا يعتبر نجاح، إنجاز هذا. غير المخالطين في المستشفيات اللي عندهم إيجابي، إيجابي معناه هم حاملين للفيروس، ممكن يعدوا أحد تاني، هم ما عندهم أعراض حاملينه وما عندهم أعراض ظاهرة عليهم، لكن ممكن رذاذهم يعضوا بريد، وغالبهم 99% من المستشفيات. طيب هم عاملين المستشفيات، هل تري يعني ما هي الخلل بوجهة نظرك في الكادر الطبي الموجود في المستشفيات؟ لو توضحي بس الفكرة بشكل أفضل. هو مو هو عن خلل، مو هو عن خلل، هو مجرد الاهتمام بالسيفتي. احنا كل الجهات او اغلب الجهات ما تهتم بالسيفتي، السيفتي اللي هو امان العامل، مو السيفتي فقط للزائر، لا، امان العامل اللي بيشتغل في المكان. يعني بتشوفي عمال مثلا بيشتغلوا في المباني طالعين ومتشربطين وروسهم مكشوفة وممكن يطيح العامل ويتكسر، ولا في سيف حزام الامان ماسكه، ولا في قلنس ولابسها، ولا اي سيفتي. بالضبط بيحصل في الكادر الصحي، الكادر الصحي مو مدربين على انهم يقابلوا اوبئه او انهم يتعاملوا. اقل شيء، اقل شيء نحتاجه في المستشفيات انهم يجمعوا الاشخاص المرضى كلهم في محشر او في مكان حجر، مكان حجر صحي، وحتى العاملين يكونوا مدربين انهم يتعاملوا معاهم، مو اي مريض يدخل في اي مستشفى، شويه في عبد العزيز، شويه في فهد، شويه في الولاده، ما يصير كده، نقل للميكروب من شخص لشخص. طيب هل بتنصحي نصائح معينه للاهالي اللي مخالطين اللي عندهم فيروس كورونا، نصائح عامه حتى لو اي شخص عرف انه في احد قريب منه مثلا مصاب بهذا المرض؟ هو النصائح العامة إنهم يبعدوا عن المريض، إذا كان في مريض مثلا في العائلة أو مريض في المستشفى، أو حتى المرضى الكبار في السن أو عندهم أمراض مزمنة زي اللي عندهم نقص المناعة، يعني يكون عندهم الله لا يقدر سرطان أو عندهم سكر أو عندهم أمراض المزمنة دي، يبتعدوا عن أماكن الإصابة، يبتعدوا عن المستشفيات حاليا، لا يراجعوا المستشفيات، يحاولوا إنهم هم يوجدوا العلاج، وهذا عن طريق الطبيب في العائلة أو طبيب ما في عائلة تخلى من طبيب يكون فيها. الشيء الآخر الاهتمام بالنظافة. الشيء الثالث الاهتمام بنظافة بيئة جدة، يعني بيئة جدة يبغى لها تنظيف تام، معرضة لتلوثات شتى، سواء الذباب، سواء الناموس، سواء الفيران، حتى القطط اللي منتشرة في الشوارع ممكن تسبب أمراض. فإذا كان في وباء يحتاج الجو الكامل إنه هو يتعقم، لأنه إحنا هذه ترى بوابة الحرمين، إذا أنا عندي وباء في منطقة أنا حصدره للبلدان الثانية، لأن أنا عندي زوار باستمرار. صحيح. اليوم يقول لك في حالة في اليمن، فأكيد هو كان في زيارة وطلع.
أكيد ما في عندنا دليل، بس إن شاء الله الله يشافي كل المصابين. أنا بشكر مداخلتك معنا، ونتمنى فعلا أنه اللقاح اللي يعني اللي معاكي فكرته الآن أنه إن شاء الله يعني يتسلط الضوء عليه، والله يشافي إن شاء الله الجميع. شكرا لمداخلتك. مشاهدينا حننتقل إلى خبر آخر. السعودية تستخدم نظاما لتحديد المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي. تتجه السعودية للبدء في تطبيق نظام تقني رقابي متطور يحدد مكان وهوية المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويسهل القبض عليهم من خلال قدرته على قراءة 13 لغة وأكثر من 500 لهجة عربية وأكثر من 200 لهجة سعودية. وكشفت شركة المطورون العرب الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية أنه أضحى بالإمكان توظيف نظام تقني رقابي يستهدف وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي، ويتيح تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات سواء كان سلبيا أم إيجابيا، ويسهل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر. طبعا هذا موضوع مهم جدا، ان شاء الله انه يكون يعني في اهتمام بهذا الموضوع ويكون في قوانين صارمه، لانه فعلا في ناس بتسيء للبلد وبتسيء للافراد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي مهمه جدا، لكن لازم تقنن زي ما حياتنا كلها مقننه بالقوانين. نقطه مهمه انا يمكن ما كنت موجوده في البرنامج بس لازم يعني اجيب سيرتها، انه في بعض الاشخاص بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعه امن البلد ولزعزعه الاستقرار اللي احنا موجودين فيه في السعوديه. احنا الحمد لله بلد خير وامان، عندنا بعض المشكلات زينا زي اي بلد اخر، لكن الوضع اللي احنا فيه نحسد عليه. فياريت الاشخاص اللي ضعاف النفوس او الاشخاص اللي عندهم اسباب بيحاولوا انهم ياذوا فيها المجتمع يعني الله يبعدهم عننا إن شاء الله، وياريت كلنا إحنا كمجتمع يكون عندنا وطنية للحفاظ على بلدنا وعلى نظامنا وعلى حكومتنا. إحنا شفنا إيش صار في الدول المجاورة، إن شاء الله دائما السعودية تكون هي الأفضل. حنختم مع هذا الخبر. إصابة خطيرة وأربعة متوسطة نتيجة حادث حافلة الطالبات. أسفر حادث حافلة الطالبات الجامعيات الذي وقع صباح اليوم في الرياض عن تعرض طالبة واحدة لإصابة خطيرة، وأربعة وصفت حالتهن بالمتوسطة. وقال الناطق الرسمي للهلال الأحمر أحمد بن صالح العنزي إن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم لحافلة خاصة تقل طالبات جامعيات في الدائر الغربي بعد مخرج 36 باتجاه الشمال. نتج عن الحادث 11 إصابة، واحدة خطيرة وأربع إصابات متوسطة وخمسة إصابات طفيفة، وإصابة عولجت بالموقع. الله يشافيهم إن شاء الله يا رب. وإحنا فعلا الحوادث بتصير في كل مكان في العالم، بس نحتاج تقوية أكثر لنظام المرور عندنا في السعودية. لازم يكون في قوانين أكثر، لأنه في كتير دول متطورة ودول أجنبية وحتى بعض الدول المجاورة زي الإمارات قوانين المرور عندهم صارمة أكثر، والسرعة عندهم لا حدود بشكل يعني الغرامات كبيرة، سائقين الحافلات ما بياخدوا الرخص بسهولة، يعني ممكن يسقطوا في امتحان القيادة 6-7-10 مرات لين يأخذوا رخصة. فلو يكون في تشديد أكثر على الحصول على الرخص ممكن يقلل من نسبة الحوادث. هنختم جولتنا مع ملتقى المهنة 2014 واللي أقيم في جامعة الدمام، وبيهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب الكفاءات وإيجاد فرص وظيفية مناسبة. كاميرا سيدتي كانت هناك وعادت بالتقرير التالي، نتابع. انطلق ملتقى المهنة الأول في جامعة الدمام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث جاء ملتقى المهنة الأول حرصاً من الجامعة على تقديم الفرص الوظيفية بما يخدم سوق العمل من خلال تقديم برنامج علمي كامل ومعرض توظيفي. شارك في هذا الملتقى أكثر من 110 مؤسسة وشركة. الفرص الوظيفية المتاحة والمعروضة الآن أمام الطلاب تتجاوز 3000 وظيفة، يعني نتمنى الحقيقة أنه يستفيدون منها الطلاب والطالبات. بالجانب الحقيقة الوظائف والفرص اللي تعرض أثناء الملتقى، هناك جانب آخر الأخوة القائمين على الإعداد والتنظيم اهتموا فيه، وهي قضايا ورش العمل ومحاضرات وندوات للطلاب والطالبات، هي كيفية أنك أنت تفكر خارج الصندوق،
إذا ما كان يعني هي كافية أنك أنت تبحث لنفسك عن فرصة عمل وتكون لك شأن ووظيفة ودخل، ولا كيف ما تنزل حتى بس مجرد تنتظر أنه الشركة الفلانية أو المكتب الفلاني أو هكذا. فهذا شيء مهم جدا كان أن إحنا نعمل عليه، في نفس الوقت إحنا نعمل على الشركات الموجودة وإيش الفرص اللي عندهم، ونحاول نبين لهم كوادرنا كما نراها أنها كوادر عالية الجودة. شفت متحدثين كثير متخصصين وزخم كبير من المعلومات اللي فادني صراحة، أني أحاول أني أعدل الصورة اللي في الصورة الذهنية اللي ببالي، أني أخلي مستقبل أكثر مهنية وأكثر احترافية بإذن الله. مع المعلومات اللي شفتها ومع المتحدثين كثير أتحمست وكثير زادت الإنيرجي عندي. ورش العمل كان في ورشة مثلاً كيف تبدأين عملك الحر. الورشة كانت جداً مفيدة وجميلة، خاصة للطالبات اللي لما يتخرجون ما يلاقون مثلا فرص وظيفية مناسبة لتخصصاتهم. لاحظت صراحة كثير محاور جديدة انطرحت في ملتقى المهنة، كانت مع الدكتور رموز الجامع اللي هو محور الهوية الإلكترونية كيف ممكن تأثر على المستقبل الوظيفي، وهذا كثير انه ممكن الأغلب غافل عن هذا الشيء، كيف ممكن الهوية الإلكترونية في الشبكات الاجتماعية ممكن تقرب ممكن تبعد في سوق العمل، فهذا شيء مرة جميل. والمحاور كمان المساعدة اللي انطرحت، العمل التطوعي، تطوير الذات، والأشياء هذه كلها يعني أغلب الطالبات غافلين عنها يعني. طبعاً أنا دائماً أقول طبعاً أن دحين الفرص بالنسبة للفتاة السعودية صارت أكثر كثير من الزمن القريب، يعني مو من زمن بعيد. التخصصات صارت طرحت بشكل أكبر للفتاة، وفي نفس الوقت سوق العمل فرح أكثر. ملتقى مهنة هو ملتقى يحددنا إيش هي الخطوة المقبلة لنا كطالبات على وشك التخرج، ويبين لنا إيش هي احتياجات السوق المحلي. إحنا حاولنا إن إحنا نغطي جميع التخصصات في الملتقى، يعني إن يكون أي طالب في أي تخصص يحضر المعرض يكون يجد فرصة في شركة يعني تستوعبه في تخصصه. فوجود الشركات والجهات في المعرض واستفساري عن الشيء اللي أنا أبغاه ممكن يساهم في أنه تكون عندي فكرة لما أتخرج إيش التخصص اللي أنا ممكن ألقاه في سوق العمل وأقدر أتوظف فيه. دائما لازم الإنسان يحاول يكتسب الخبرة من خلال عمل، يعني بدون أجر، يعني ما يكون يعني تطوعي، من خلال عمل تطوعي. أنا أعتقد هذه بتكون فرصة جيدة إنه يعني تطوير الخبرة. يعني ملتقى المهنة فرصة جدا مميزة لجميع الطلبة في البحث عن الفرص الوظيفية والمطلوبة في سوق العمل. مشاهدين، أعتقد الكثير من اللي بيتابعونا الآن عارفين أنه ملتقى المهنة موجود في كل دول الابتعاث، طبعاً بتنظم الملحقيات، وكمان حتى في السعودية الشركات والجهات والمؤسسات بتحاول أنها توفر وظائف كثيرة للطلاب والطالبات. أحد المتحدثين في التقرير ذكر أنه في 3000 وظيفة شاغرة. يا ترى إيش هي الشروط اللي طالبينها لهذه الوظائف الشاغرة؟ لأنه أنا حضرت أحد هذه الملتقيات، مش هذا اللي كان في التقرير بس أحداهم، وللأسف كانت الشروط شبه تعجيزية لبعض الطلاب والطالبات اللي بيدرسوا في الخارج واللي بيدرسوا في السعودية. شروط صعبة، والتعامل أحياناً في بعض هذه الجهات بيكون سيء مع الطلاب، يعني ما بيكون تعامل مريح. الشروط صعبة جداً، يطلبوا منهم خبرات، إذا كل ما بيروحوا جهة الجهات بتطلب منهم خبرة، أحياناً ما بيكون في أحد راضي يقبلهم إنهم يشتغلوا. أنا طبعاً إن شاء الله في فقرة بنحضرها الأسبوع القادم حتكون عن هذا الموضوع، عن الطلاب والطالبات اللي بيعانوا من قلة الوظائف مع وجود هذه الملتقيات المهمة. فاصل قصير سيدتي مستمر، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر.